لكن يعدي عند إمكانيات يلعب له كرة عرضية خطيرة ما زالت تسديدة. الفرسان على تنفيذ ركلة الجزاء توماس والفرسان محاولة وهدف في المرمى الفرسان بهذه الطريقة وبهذه الفلسفة بأنه لا مستحيل لكن هناك كرة خطيرة ومحاولة والشباب الأهلي يضع الهدف الثالث والعودة لهذه السعادة منصور يضع الكرة في المرمى هدف تقليل الفارق.